أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أي مثل السعادة العبد نطوذة إلهان العبد وإلا قناة قيس شوي نسعان الشيان شوي نسعان بالمادة من الدنيا، ولكن شو قص السعادة العبد شي هنا ماذا قليت هنا الخطريس ماذا قليت سعان لهنا قوي شوية جيمة إيش شو قص تدرف قم ذن أين تعاش بدوني ذين تعاشر يتهنوا لي يتهنى الخطري، ولكن الباقي نظام تعاش برا. أي مثلا السعادة العبد نقشو ما جيت لهم أن تردي السعية أن تردي الجهادة أن تردي بين النظام، ولكن القفر إذن سيد ربي سبحانه وتعالى غيث لهم على خطر إذا إنسان يغدي خيقا إذن تيك زران دشوما إنك يير زدخلت نفسينا إنسان زران شو شو مسالي تهني الخطرنا سيد قام البويس سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إن الدلك إدخل قنعا إذن كيك زران شو شو مثل تسمر في نفسيديس الويني الدوار من مرة زدخيس السيد ربي الخالق سبحانه وتعالى. أيه مثلا ماذا قلنا ودي زال العبد غير ولد سيد ربي دل مستحيل وألف ألف مستحيل باش بدي فيه هنا حاشا ما دو غيظة أدم أكثر من كي دقيقا أتزرد الإنسان إكي دقيقا إنسان هي قدر إنا تعيش إنسان هي قدر إنا تشر إذ وين تسوى إذ وين تسعى جيد مرة ودي دوني كلش دك فوسيس ولاش من غير ناس مرض محتاج تجين وتقرب الدخي بويه وذي يرسخ الدخي بويه ذاكين أقدر أقدس يهنا أي خطر ولاش مجزبلنا هذا هي كز دفير هي كز كرام يقدر قدر سيد ربي كرام يقدر وغاك في دفك سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى ولاش بلا نيجس ولاش ويشرك الملك وحده سبحانه وتعالى إذا تسيدي إدي كان مرة نيجي الخلق إنس أكام يجب مثلا إذا مثلا ماشي مديون ماشي تسين إذا نسمى قال وإذا ينتظر مرة القلق لونغواس لونكسيتي سورمناج أين يعني المرة أقول خطر من بلادهم يوث الدنيا مرة الستريس يوث الدنيا مرة أنواع جدا ويسعر أن تقلق ذي العصر اللي انت عايشين حاشا أنك ذي رحم سيد ربي يقال بيك ازدغ سيد ربي ويونسن ازدغ القرآن الكريم ويونسن ازدغ النبي صلى الله عليه وسلم ويونسن ولكن ما تنطلع سحر غفر ذا ربي غدا تقولين غورس أمي كيف لا تشتكين أكينين أتقل قدير مزمين سي كرونيك الستريس كرونيك إنيك الوقت يدفن رغم أني أصلي وأذكر الله غسك نيم القفري ربي اللي تظلم وتذكر سيدي ربي إلى ولكن تقلقني وهي هذا يفر ذا شي دي معنا شوية ما يتمثل هل ترى الصحي لا متقلق مع ذكر سيدي ربي لا أي مثل سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى أمشي رضي قال القبل إيسا عزيز ذي الآيام رقم 28 دي سورة الرعد يقرب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب إن ذي كذي يمنا إن ذي تهنوي ونسلم ذكر سيد ربيهم
كلامة وقاعدين يدي قرنت بكرامت سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى تزال لاخذ العغب رضا ربي ويتقل قدي وهذا يكس إيا قد يسير وديك ترزو أمزوريس السمعيس إيو يقادر إنك بفضل الله وبرحمته أين دينا ربي سبحانه وتعالى وين دينا نبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا الحق ولاش لي وين دينا سيد ربي ودينا نبي محمد صلى الله عليه وسلم ويسعى الجدال لا جدال فيه خطر ذا تسامة سيد ربي يا دقيقة إذن سيك زراد شون قيل حندي نفسينا إذن سام إك زراد شون إيجيال إزدخينا إذن سيك زراد دينا أينون زراران كوني دينا خطر ذا تسامة يا دقيقة سبحان الله الذكر سيد ربي ما تدنا مثيا ما تذكر سيد ربي هذه تذكر الزالي هذه تذكر التسبيح تكبير التهليل هذه تذكر استلاوة القرآن الكريم تساقيني شو ذات قوية وين تساقي حياة القلوب إذ وقيم إذ المكلان الروح غذاء الروح إذ وقيم إذ شفى النهياج خطر الجسال عبد إذ مثلا تحواج المكلان تحواج للسيف ولكن الروح ذا شو منك حواج ولا ذا الجان يحواج المكلان ولكن المكلان يستشوز ذا الذكر من سيدة ربهم ذا يتعيما بلين النفس يا بنادر ذا شتي الزغن سنة الحواج الزغن الجسال عبد أقضى روح لنا نزدخل الجسام يتحوج المكر التسي ولكن الروح ني يتحوج جرد سيما كيان يتحوج الذكر من سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى الله أكبر كان يتمثل سيد ربي هو إيسى عزيزين قد ولا ذكر الله أكبر إن الذكر من سيد ربي يغيفه كل وين يخدم العبد الدونيث يغلب العبادات مرة أو يغلب الذكر من سيد ربي يقرب سيد ربي هو إيسى فذكروني أذكركم مكتثي دكني دمكثير أثيد المكتيد الظالي، أثيد المكتيد الذكر، تسبيح، تكبير، تهليل، أثيد المكتيد التلاوة للقرآن الكريم إنسان أغدي مكتير وأغدي ذكر صغرس أغدي مكتير سل خيرنس، سني عامنس، سيهنا أغدي فك، أغدي مكتير سل نصر، أغدي غير صغر وأغدي أغدي نجو يعني سيمون، أغدي نجو بيوين ندير إثمت الله أكبر سيد ربي بقويسي قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكر كثير أي قد يمنى ذكر فيه ذكر القرآن الذكر الكثير ماشي شويه خطر شويه ودي تذكر شويه للمنافقين ولا يذكرون الله إلا قليلا أكيد يقصد ربي في اللسن ولكن شنو ما يعني مؤمن أذكر السيد ربي أطاس يقرب والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما إذا قد تذكرنا السيد ربي أما تقلقزنا ما ذهيوي السيد ربي الخالق سبحانه وتعالى هذا سن يعفو الذنوب سن ويسن يذكر أجر القرآن يقرض يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله إند غروث أذكر غرن أما ذي الشين ون أما الدرير ون أفي الذكر سيد ربي أما في الظالي غما في الذكر سيد ربي ذا مزوره ذنسا أي جمر أقفل مرة أكو أي نكسر ذي دوني أقفل إيماننا أقفل كلش سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى كان يقرد أبو الدرداء رضي الله عنه يقرد الرسول صلى الله عليه وسلم إن أنا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى قال ذكر الله إن أكون تخبرا سلخير ولا تخبر مرة بالأعمال من المرة أذكر بين لي عدين مرة أكو ذي الأعمال من الغرسي ربي وذكر بين أهل كوني الفذن دي الدرجة الأول خير ماذا بنا نفقا الدهب دفطا خير ماذا بنا في الجهاد تذكر الأرواح الأول أتسقف الماء ذا أذن تلغمنا غدا كون الغن إلى وين إلا الخير بويا ذا شو يا رسول الله إني ذكر الله ما ذكرت سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى روح ديما ورقاز غير الرسول صلى الله عليه وسلم الناس وصي يا رسول الله الناس لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله الناس وصي يا رسول الله الناس صغور كتحس بالذكر من سيدي ربي إيا قد نعقل يث مثل بليم عندنا ربي عندنا نبي صلى الله عليه وسلم ذينا غنف عندي ذو ذاتنا أين غنف عندي بسنا وين غنف عندي روحنا سبحان الله وين دي سبكار سيد ربي وريح بسرانة هل ترى دي يتخلق هل ترى دي يشعر كرن شوال داخل عقيس
ويسألوا حشر يسألوا لي سعرها. الآيات الأحاديث أطاس إيه مثل إجلان يصوّض ابن تيمية رحمه الله في دينه ندي مؤمن مريو خريف ذي كان سيدة ربنا محوثي وما يفغد وعمان حشر وثري مثل المؤمن مثل كسدس ذي كان سيدة ربنا حشر وثري مثل أما كان دي فرح وثي وعمان حشر وثري مثل كان إذن الآيات الأحاديث اللي قام فيه صلى الله عليه وسلم وإن قام للعلماء السلف أطاس إجلان إيه مثل سبحان سيدي ربي سبحانه وتعالى سبحان خلاقه اللي جزني عن ذي مؤمن ما بذكر سيدي ربي سيدي ربي في دي جزيس الخير هذا سي عفو الدنوب هذا ديفك الاجر بالحسنات ويا نتسوي حواجنا سيدي ربي حواجنا يعني ذي سيدي حواجن الله اكبر. الفائده دائما الفائده تشغيلة في العبد وتشغيلة سيدي ربي ولكن انسى ما تذكر سيدي ربي اللي جزي في الخير الله اكبر. اذا اجمعين ينشين ما قل الآية يجينا دلو دركام دي سورة الرعد الآية رقم 28 ما ندبر الآية يجينا أدنك دي شوية بغيضة دينيه إما تتزلى تتذكر تسيد ربي وتنرد ما زالك تتقلقه لا ذين ذي الشينين إغلطن الوية جينيه ولكن أين دينا ربي ذي الحق أين دينا نبي صلى الله عليه وسلم ذي الحق الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. زاد كان مثلا الآية يجب تسعى الشطر مزوره الشطر والسيد الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله يوجد الشطر مزوره أنسى الفلاس أخبزورنا بعد إلا الشطر والسيد ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ما نخزر أن تدبر الآية يجب من حكاية مثلا أنا في كيات سيدة بين القاعدة يوذي القاعدة الأساسية ذي القانون وتشوق يرارا عندي نار وتشوق يرارا ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد عندي نصيب ربي ذي الحق ماشي القوانين الوضعيه اللي يخدم يعبد اسكوس كثيرين قبل اسجدرن اسعيودن ولكن القانون ربي وتشوق دايرا عندي نار ذي الحق اما يفرع عمر الدنيا خزر كان الذي قال وبيس عزيز سبحان الله يحكم سيدي ربنا الخالق سبحانه وتعالى باللي بشر يتهنيو ويلعب اللي يتهنيو ويلعب إلا قد ذكر سيد ربي يقال ألا بذكر الله تطمئن القلوب إن تحشس ذكر سيد ربي سبحانه وتعالى إن تشوان شديك لك زمان أدي تهني الخطر من آدم ماذا قلت لك الشيء نتصنادير باش دفضي هنا قويه فران الذكر سيد ربي أعقل حاجة فين وتستخدار سبحان الله إلا قد وكان أثقال العبد داخل الخطر ما تفضي ذكر سيد ربي فرد سيد ربي ذي الطرف وتصنادير فيها نصدر من النظم مستحيل حاجة فين وتستخدار أي مثل ما قد كان سبحان الله الواقع الذي قال نشتاقين ما نقدر نتعيش الدنيا نتعيش شوية ونوى انظر شوية ونوى ماشي ساعة برنا نتعيش شوية ونوى انظر بليك دينا كسيد ربي ذي حق ولكن من نعر غني الشيم ولكن من نعر منصب ولكن من نعر جهادان ونسا أدن دم ثلاثة نماذج ثلاثة نماذج والنماذج أطاسي قلام من أرتن سويين على نسل كل ناس ثلاثة نماذج مقل العبد يسعى الشيم أي مثل وجه أغنى الأغنياء ذي جمهورة الكنيس إن غني مانيس غير الشاشة هكا التلفزيون هكا أمام الشاشة إن غني مانيس يسوى السم ستة ملياردير ذي مليار نكسة ولكن إن غني مانيس يسوى السم أكدت ما قيم ذكس إي عباد الدنيا مرة وقيم أثمسات الشيم يعني وايضا نظرية مثلا ذو المنصب ما قي يعفدنا الكازينا يسعى كنيسة القرآن ذي داخل المجتمع اللي يتعيش ولكن يتخطر الدخط من يتخطر ولكن أرفق لرد يمن سن الدم فنزيات يجلس على كموشيس ينغاني منيس أرطري من على المنصب ولي من على المنصب ما قل إرمزية كان يجهدني كورياس ذي الجسينس ما قل قضايا دو صنفروان يدي الدم يدي الدم فانزيات يستيوثيس ذو قرويس ينغام إيمانيس والجهادينس والسادش يديوغ المراسي ذي الجهادينس ولي من نع الشيم ولي من نع المنصب ولي من نع السحام أخذر ويقنين جهدين سيدة ربي وتسينا لهم وثويا لهم وتظرينا لهم أخسر من ذات فقط مسال كنسي
وكان خدما أيف مثلا وزن 804 عيف أمدن إيقن قليما نشري وشواس لي ثمرتن بدون لي ثمرة أم كل يوم دشون الصفة نساريخ مكان أبا خيخة قيمة يمانيش وذي خمق يمانيش وذي جرب وزن وذي ذكر مانيسة في الباتيمون وأدي على القيمانيش كل يوم دشون إسان أريفاك أسانيس ونشتكي مرة أكد بعد إبعادنا في بريد سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى إن كل ربعين من السبوند أتصفر يوم الخمة بخيخة جمع إيمانيس نشتكي مرة بعد إبعادنا في بريد سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى ومستحيل وألف ألف مستحيل أدي لغا العبد أدي عيش بريد سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى أدي عيش بولي صفان لسعى الإيمان الخالص من بعد ذي خمة كان إيمانيس أكام يتمثل إذن أخرجوين وانتهنا له ونفل له هذه الخطريس وانتهنا له ويس يتعيش ذي القلق للسترس يتشوه يميس للسترس ماشي نزرب لين خلانس المجل للمجتمع المحلي فقط ولكن المجتمع العالمي ما يدخل ذي مساتقين طول ما دي سترسي حاش قادي يرحم سيد ربيع يقادي يقصدق سيد ربيع ويونسد النبي صلى الله عليه وسلم ويونسد القرآن الكريم ويونسد إذا العبد إلى قد يغير روح الله سبحانه وتعالى قدسنا داري هنا ندان لذلك تستفض ضرق وبريد سيد ربيع حاش في فينو تستفض ضرق وغاية ضروين كي دخلق سبحانه وتعالى غم تشيك دي في كلام عشي إذا تشيك دي خلق لك دي في كلام عشي يدق ضرين لرف عشر وغارو تسيفنا لهناك كان يتمثل إذن لا المال لا المنصب لا الصحة وقديت سوار لهنا قول ماذا قلت بعض الشيء أفريد سيد ربيع الخالق سبحانه وتعالى ذي كان في وصام وشريح النبي صلى الله عليه وسلم قال يسير أنك وصي يا رسول الله إنس لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله يوصي إنس غورك وحبس هذا الذكر من سيد ربيع أجمع من شيء القرن لكن قصر شوف الناس ألا بذكر الله تطمئن القلوب لا تشيء لا ذر منصب لا تسحى وتسوى لا نقول لك ماذا قلت الشيء بعد الله سيد ربي وكان الشطر نوسين الآيين يدلون ذلك الآية رقم 28 لسورة الرعد قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب الشطر نوسين وغير ثورا أجمع من شيء ماذا نقول الشطر مزوله من الآيين إذ قرن الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ذاك مثلا لم ثلاثة العناصر ما قلت كان الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله اذا ثلاثة العناصر ويدينا العنصر الاول في الايمان العنصر الثاني اطمئنان القلب العنصر الثالث للذكر سيد ربي سبحان الله الغايه نغلب جيكتيف اطمئنان القلب باش يتهنيه ويلعب باش اللي تهني ولا وقين الوبجيكتيف الوبجيكتيف يعني فريق الحولة العبد بالمادة كسر باش اللي تهني ويس وقين الوبجيكتيف وقين الغاية أكا الوسيلة نار موية هذه السلوغة باش اللي تهني هذه تهني ويس باش اللي يف ثلاثي لها إلى ذكر سيد ربي لقد وتطمئن قلوبهم بذكر الله إذن ذكر سيد ربي وقين الوسيلة إسرية غلينا ويس كان يتمثل إذا بلا ذكر سيد ربي وتستهلير الخضرس كما يتمثل إذا بلا ذكر سيد ربي أذي عقيم لغ لهنا وتيتسفل إطلاقا وقم أذي عقيم لغ ولكن لقى من سيون الشرط الأساسي الذين آمنوا أشي من يجوات سيد ربي ذي الآيين قلب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله أشي من يجوات الذين آمنوا على خطر الشرط الأساسي للإيمان بلا الإيمان بلا الإيمان غصب ذكرت سيد ربي وتستهني على الخطريك أي خطر؟ وثن ماشي شوي كده فوق ذكرني وصعب على الإخلاص ما شافوا ذم ربي في ذكرت سيد ربي داخل عقلي في دوائي من نظمي بالدوير ولكن النية هي الخالصة وثو حالة روح الله سبحانه وتعالى إذا دي كان في إجوال سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى الذين آمنوا إجوال في عنصر الإيمان دم زوالهم إن دويدي سعان الإيمان ذخي قوية ونسل التهنين ولا ونسل ما ذكر سيد ربي ومعلوم بلي وني سعان الإيمان حش ذكر ذكر سيد ربي ما وجم أثناء عقل كرب وني سعان الإيمان الخالص ذخي قويس يزد سيد ربي ويس حش ذكر ذكر وناثي ذكر حش تهني ويس إذن
ويدي ميدي قارن يد مثلا إذا تشتكين بلي تذكر سيدي ربي تظلل ما غير تهلل الخطر نسد ذي الشطرة كم زوال ذي الشطرة كم زوال والآيات اللي تفجين بلي الإيمان وهي العنصر الأساسي ذاكي تخدم وسعينا للإيمان داخل بويا ونسد نغي نقص الإيمان داخل بويا ونسد غس تذكر سيدي ربي غس ما ذكر لا تظلل ولكن لهنا تشوفين لنا بويا ونسد أشيني أي خطر وسعينا للإيمان إيمان ذا الإيمان اللي نقصد بويا ونسد نظر الإخلاص ماشي غفوظ ما ربينا في تذكر من سيد ربي ذا نشتكيثني السوغنة لمن وتهنى نرى بويا ونسد إذن الإنسان اليعقي بالليم وغايد غروخ الله سبحانه وتعالى سبولي صفان وغايد روين كي دخيقا غرور ست سدوه إذا كان عقل كل أم كل إنسان يدفكاسي لربينا الدولي يفكي كدري مهمة إن هو ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون من كل المهمة تتفكى والأقرار والمهمة للإنسان ذي العبادة وتتفكى ما يفكى العمرين إذن العمري رأس المالين وركة القرض أدروح ذي الرياء وغايد روح الله سبحانه وتعالى سقول إصفان ذكرت سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى قد يرزق لهنا غاب غيبويه أكان قد مثل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب قد يفكر بي لهنا غروية والنغة يتمثل أرجع يا ربي من المؤمنين حق الإيمان أرجع يا ربي وإذا كنت تذكر سيد ربي وتذكر أثنين سيد ربي أرجع يا ربي من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.